العام شفنا أفغانستان معاناتها ومدى الخوف والرعب بسبب حركة طالبان بمدينة كابل وبعض أرجاء البلد. مع كل الأسف نشوف اليوم بهذا الفيديو من خلف القضبان فتاة، يعني من خلال الكلمات يلي تذكرها أنه التوسل والخوف والرعب يلي واضح عليها والبكاء الشديد، تتوسل جنود أمريكيين حتى يساعدوهم من بطش حركة طالبان. مع كل الأسف اللي سيطروا على حركة أو سيطروا حركة طالبان على كابل ومعظم أرجاء أفغانستان مثل ما ذكرت، فانتشرت هواية من الفيديوهات تبين مدى رعب أهالي وكل الناس أفغانستان. فخلينا نشوف إحنا وياكم هذا الفيديو ومن بعدها راجعين لكم نعلق أكثر على هذا الموضوع. يعني شفنا الخوف والرعب يلي واضح على مو فقط هذه الفتاة، المئات والآلاف من الأفغانيين بسبب حركة طالبان يلي سيطرت على أفغانستان. فبالتالي شفنا هواية فيديوهات من ضمنهم فيديو أيضا مؤسف واللي بسببه مثل ما ذكرنا بأول خبر الفنانة إنجلينا جولي قامت بعمل حساب شخصي لها حتى تنشر هذه الفيديوهات والمواضيع المؤسفة والحزينة لما يعاني أهالي أفغانستان. مع كل الأسف وإحنا يحز داخلنا اليوم نشوف هذه المعاناة. فبالتالي إحنا في فترة من الزمن أيضا عانينا إحنا كعراقيين، بعض المحافظات عانينا من موضوع هو أشبه بموضوع داعش اليوم، هذه الحركة الإسلامية حسب ما يدعون ويتم تسميتها اللي سيطروا على بعض المحافظات، تم الاعتداء، تم الاغتصاب، تم القتل عديد من الناس من قبلهم، أيضا حركة طالبان هذا اليوم والفعل الشنيع يلي يقومون به من خلال سيطرتهم على أفغانستان وبعض مدنها. مع كل الأسف طبعا شفنا فيديو أثناء أنه هزيمة العديد من الأفغانيين، لكن للأسف البعض منهم يلي ما يمتلك أوراق رسمية مخولة، بالتالي ما ممكن وغير مسموح إلى الهزيمة من داخل أفغانستان إلى أي بلد آخر. فما يسعنا القول إلا أن رب يكون بعونكم ويعطيكم الصبر ورب يخلصكم بأقرب وقت من حركة طالبان وأيضا من كل المواضيع يلي يعاني منها البلدان الآخرين. من بعد هذا الخبر راح ننتقل وياكم أيضا